عودة على قضية إيقاف بتهمة الشيك بلا رصيد وإخلاء السبيل أمين عام حزب إرادة الشعب طارق العباسي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك سي زهير، مرحبا بالمستمعين جوهر أفهم. كفارة الحمد لله كفارة أخويا. هاي كيفاش شنو أخويا الشيكات ودنيا وملايين وبرشة كلام قاعد يتقال على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو اللي صار مع طارق العباسي وانت أمين عام حزب إرادة الشعب؟ والله الحقيقة سي زهير أنا تفاجأت نهار ثلاثة في الليل 7 متاع العشية مروح لداري في مركز الحرس بتاع شط مريم، اللواج وقفونا الهوية عطينا بطاقة تعريف بتاعنا ومسكنا غادي في شط مريم. رجع لي العون قال لي تفضل معنا، دخلت المركز معتها سامبل كنترول صار على بطاقات الهوية في كهربة لواج مروح كيما الناس الكل. خذوا بطاقات تعريف الكل ومن بعد رجعوهم جاو لسيادتك قالوا لك تفضل معنا. ايوا انا نسكن غادي في شط مريم من ثلاث سنين ونعرفوني ونعرفهم. اي مشيت تفاجأت قلت له شنو واش الخير؟ قال لي راه عندك حكم غيابي وستة شهور سجن وراك ريشيرشي ومطلوب للنيابه العموميه. عندك حكم غيابي وريشيرشي سوسة ثنين. اعطينا الملحوظه اش فيها؟ قال الملحوظه ما تعرفش شنو الحكم قداش فيه وش ما فيهش. فهمتني؟ قداش فيه وش ما فيهش؟ اللي عندنا نجم نقول له كان 6 شهور سجن من اجل اصدار شيك بدون رصيد. واش نعلم عليك النيابه سوسة ثنين بالنسبه للايقاف. واضح. والتليفون ما تنجمش تستعمل التليفون. ما تنجمش تعيط محامي؟ ما تنجمش. اللحظه هذيك محاوله واحده عندك تليفون واحد. شو صار شويه ضغط وضيطون نبحثوا فيه نعملوا فيه تحقيق على الصوره اللي عشتها. شنو الضغط اللي عشته؟ والله ما في التليفون ما عندكش محاوله باش تعمل تليفون. وقعدوا فما نيه مبيته. نية مبيتة أنا حسيتها. أنت حكم ما في بالكش بيه هذا؟ ما في باليش، ما عندي حتى شيء. أنت محكوم 6 شهور حبس غيابي وين وقتاش؟ هو أنا بعد كيفاش ظهر هذا شيك في 2018 باش نحكيو فيه احنا بالضبط باش نفهموا للسادة الخيان وخاصة نصار الحزب في كامل تراب الجمهورية شنو اللي صار بالضبط. أنا لاحظت فيهم وقتها أعطيني باش نعمل تليفون عندك مكالمة واحدة تعملها بون خذ بطاقة تعريف، بطاقة تعريف بتاعي فيها فلاح. دخل مشي شاور النيابة نسمع فيه وقالها راهو بطاقته فلاح خاطر هي بطبيعة تسأل النيابة شنو يكون محامي ما فما إجراءات يسألوا الهيئة ولا حاجة يشاور. مديت له البطاقة الأخرى اللي فيها أنا أمين عام حزب وأنا أمين عام حزب إرادة الشعب. هذا الحزب أخذ التأشيرة في 22 جوان 2020 وهابط في الرسمي 1 جويلية 2020 أنا عامين قريب العامين وإحنا نخدموا. مديت له الكارت قلت أنا أمين عام حزب وما عندي حتى شيء، نعرف روحي ما عندي حتى شيء، مش كون فما غلطة ولا غلط موجودة في المنظومة يصير يصير معناها. حاولت من النقطة هذيك قال لي ها مش نعمل محاولة أخرى ونشوف فماش ما نقولها رو أمين عام الحزب على الأقل فماش ما يفرجوا عليك في الوقت الحاضر وغدوا نتعرضوا على النياب. عمل محاولة ولو أنه ما نشك اللي فما المحاولة صارت ما علينا. ليلة وتتعدى عديتها الليلة هذيك صار الاحتفال عديت ليلة في الجيول. عديت ليلة في الجيول عيطت لزوجتي مش تاخذ علي الوثائق نتاعي وادواتي وتليفوني وغيره وفلوسي. وجات زوجتي وصار لها حتى الكاميرا موثق صار فاهم مسكينه فهمتي لان متفاجئين بالطبيعه معناتها راجلها موقوف وحاله لا يوريك ومحكوم 6 اشهر حبس وما فاهمين حتى شيء ما فهموش شيء. والوالده 82 سنه بابا 86 سنه احنا ولاد حجب العيون عرش كامل. شيك شنو انت؟ شيك بدون رصيد هذا الموجود عندهم في السيستم. انا ما عنديش حتى حاجه. انت ما عندكش شيك بدون رصيد؟ ما عنديش عندي حتى شيء ما عندي حتى شيء. شنو معناتها حكموا عليك هكاك؟ ها مش نرجعوا للموضوع مش تفهم اللي صار لي في الليله نسرعوا شويه. بت عديت ليله في الجيور الصباح العشرة هاي تفضل معنا طلعنا في الكهرباء نتاعها ومشينا في اتجاه المحكمة مش يسلمني الحرس للشرطة نتاع الجيول في محكمة سوسة ثنين. باهي هبطنا لوطة قعدت بحذاهم في مركز الشرطة سوسة ثنين في الجيول رئيس المركز قاعد طارق اش تعمل؟ قلت له هاني جيت اخوي الاخر قال لي انت أمين عام حزب الشعب يريد إرادة شعبك قعدناش نتحط شوي من بعد جيهم تليفون قالوا له قولوا يروح يروح لا صححت ولا قابلت شخص ولا قابلت نياب ولا حكيت ولا عبرت ولا قلت شنو هالشيك ولا عندي معلومه بحتى شيء. ما انا قلت في كاني هبطت نسلم كيما نتعدى لهنا نسلم وبايبي ونخرج. دخلت هبطت لوطه سلمت وخرجت ما فما حتى شيء. اي هذا هو اللي صار هبطت في الدروج الحرس سلمني لهم بالطبيعه وخذوهم على اساس موجود في منظومه الشرشيه. سلمناه لكم وتفضلوا هذا الشرشيه خدموا خدمتكم. صح من بعد قعدت بحذاهم ومن بعد قالوا لي برا روح اي روح
شنو برا روح؟ هكا هو برا روح هكا هو، ما قابلش حد، لانه برسيب نتعرض على النيابه شكون يمثلها اللي هو مساعد في الجمهوريه، ونفهم شنو هو الشيك، وليت نخمم ربما ست شهور، ربما غيابي، ربما نفاذ عاجل، لو انه ست شهور عاده ما تصيرش نفاذ عاجل، لكن صارت قبل، صارت لي في اغلاط، في شيكات في 2018، تحكمت من 60 دينار، رقمه 420. بستة بصرصي ورقمه 421 بستة 16 يوم بصرصي ورقمه 22 اللي بعده 23 و 24 هما كيفهم 60 دينار القريت فهمت حكايه الفارغة فهمت ما تعملش بيبليستي تحكمت فيه بستة شهور بالنفاذ العاجل معناها ما يقبلش الاغلاط هذه هي الاغلاط اللي صارت في 2018 هذا موضوع خارج البحث المهم اش طلع عندهم حشمه ما لقاوش باش يقابلوا وجه شنو اللي عملوا تلم الموضوع من الفوق هو كونه فماش هيك العدد نتاعو 5127 في 2018 صدر فيه حكم غيابي بست شهور سجن في 22/10/2018 بعد بجمعه عيط للاستاذ مجد مليكه صاحبنا قداش فيه الشيك؟ 235 دينار مشينا اعترضنا عليه 235 دينار 35 دينار فقط مشينا اعترضنا عليه الشيك هذاك في 2018 خذا عدد اخر القضيه اللي يفهموا الاساتذه والمحامين والكل والتوانسه الكل ولات تفهم ولازمها تفهم راه خذا عدد ثاني يولي معاش رقمه 5127 خذا رقم في الاعتراض رقم 632 تبدل رقم القضيه تبدل رقم نتاعو وتحكمنا فيه ب 16 يوم سرسي ما دام ادلينا للرئيس ما يفيد الخلاص وكهو نوابه تفاوض النظر ومشات الامور هكاك وتعدت لاباس لكن اللي يخدم ما خدمش خدمته صحيح يخلي العدد 5127 موجود في السيستم ويخرج ويدخل ال 16 الاخر ويخرج ما يقعدش الحكم الجديد نتاع 16 يوم انا اليوم مشيت خريط حكم مضمون حكم جزائي في الزوز القضايا الاعتراضي والاصلي اللي هما 6 شهور واحد اش عمل؟ خلانا هكاك ومشاو صدروا فينا بطاقه جلب معناها بطاقه تفتيش راسلوا القرجاني راهو هذا سيد محكوم 6 شهور سجن وهبط في المنظومه باش تشديت وتعديت وليت ريشيرشي في حين هما ما صلحوشك الحكم تاع 632 اللي ولا 16 يوم لان دليت ما يفيد خلاص هذه النقطه الاولى به النقطة الأهم هو علاش أنا نتوقف حتى لواني أنا عادي أنا على الراس والعين مانيش فوق راسي ريشة ما نبداش ما فوق راس ريشة صحيح يعطيك الصح هاني نخدموا عليه في الحزب هذايا عملت ولا ما عملتش؟ عملتش أنا توقفت في غلطة لكن الغلطة الأكبر هو كيفاش النيابة بعد مرسوم العفو على الشيكات تاخذ قرار بإيقاف مواطن عادي مش أمين عام الحزب من أجل إصدار شيك بدون رصيد خاطر وقت اللي يعاون الحرس والسلطة التنفيذية تطلب النيابة وتستشيره إيقافه بالحفظ سيد الرئيس وعندنا منشور تفتيش عدد كذا راهو شادينا فلان فلان إيه من أجل شنو كان قتلوا تحيل ولا اغتصاب الحاج احتفظ به كي تقول له من اجل اصدار بدون شيك بدون رصيد يقعد سايبه ويعطيه استدعاء ويجي خاطر فما امر رئاسي يعطيك الصح لهنا معناها عدم تطبيق الامر الرئاسي نتاع المرسوم اللي قد اصدره رئيس الجمهوريه